يا سمر هتسافري دلوقتي يا بنتي ولا ايه؟ بس بس احسن حد يسمعك. الله انت مش قلت للدلال تقول لابوكي؟ ايوه بس برضو يعني مش عايزه حد يعرف. انا هروح معاكي. هتروح معايا فين؟ رحله. ازاي ازاي يا وحيد؟ واقول لهم ايه؟ دي مشكله. انا ما شرفكيش يا وحيد اللي انت بتقوله ده. انت عارف كويس ان انا ما اقصدش كده. طب بقول لك ايه، قولي لاصحابك ان ده واحد بابا بعته معاكي عشان يحميكي. يحميني من ايه؟ احنا كلنا هناك اصحاب في بعض، ما تقلقيش عليا. لو المشكله في اصحابك سيبيها عليا، هم بعد كده هيقولوا لك وحيد يطلع معانا تاني. صباح الخير يا ربنا. ازيك يا فادي؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ايه ده بقى بيعمل ايه هنا؟ في يا فادي ايه اللي انت بتقوله ده؟ وحيد طالع معايا الرحله. طالع معاكي؟ طالع يعمل ايه يعني؟ ده شيء ما يخصكش يا اخ فادي. بقول لك يا سمر لو عايزه تعتذري قولي مش طالعه، ما تروحش تعمل لنا فيها الافلام دي بقى. افلام ايه بس ومسرحيات ايه؟ وبعدين هو انت ليه يعني واقف على المسرح لوحدك؟ ما تاخدنا معاك يا عم. صباح الفل يا رجاله. ايه يا فادي ما تسيبه يطلع معانا، ده دمه خفيف موت. والنبي انت اللي دمك زي السكر. يلا يا جماعه والنبي عشان دماغها هتتلسع. يا فادي انت كده بتحرجني. وعلى فكره وحيد لو ما كانش هيطلع معايا انا ما كنتش اصلا هعرف اطلع الرحله دي، فانت المفروض تشكره اصلا. ايوه المفروض تشكرني. وعامه اوكي لو مش قادر يعني ومش عايز خلاص، بس انا هضطر امشي. خلاص يا سمر اتفضلي اركبي. وانا مفيش اتفضل اركب. اتفضل اركب. على فكره يا سمر الواد ده عايز يتربى من جديد. معلش يا وحيد معلش. يلا